سلام شباب، اليوم نتعلم طريقة تربيط خيط الحرير بخيط الكربون. طريقتين مختلفين. هلأ أنا بفضل الطريقة التانية، إنه هي أقوى من الطريقة الأولى. الطريقة الأولى عنا خيط الحرير، نحطه هون، برجع خيط الكربون نطعجه هيك اتنين تيصير هيك، نرجع نجيب خيط الحرير من داخل من قلب الدائرة هيك، نرجع بنلفه ورا الخيطان هيك 5 مرات صاروا 5، طلعن تشوفون هيك. نرجع نلك وحدة بالقلب، يعني هيك بس نلكها ونطلع من هون، منشد شوي، نرجع منجيب المي كرمال ما تقطع العقدة، نحطها بالمي هيك شوي، وهلأ بس منشد بتطلع خالصة. بعد منشد عليها شوي هيك خلصت، بس منقطع الاطراف. جيب البنسة قطعنا اول طرف، جيب البنسة كمان نقطع تاني طرف، هاي اول وحدة خلصت. هلأ الطريقة التانية هي انه منجيب خيط الحرير عايدنا هيك، نلكو 3 لكات، واحدة تنتين تلاتة، منخلي البكرة بعيدة عننا بس شين يضلوا مشدود. نرجع منجيب خيط الكربون منحطه هيك فوق الحبل، نرجع الخيط الأساس اللي جاي من البكرة منلكه هيك فوقه هيك، تو كيف هيك وحدي، نرجع الخيط اللي بإيدنا كمان منلك فوق منه كمان وحدي هيك. هلأ هون قد ما طولناها قد ما بتكون ماكنة، هلأ أنا حأعملها قد ما فيي تنتين، وهذا تالت فتلة. نرجع نعد لكم الفتلة عشان ما تتذكروها، هيك من تحتها نرجع نطلع من فوق خط الكربون، كمان الخط اللي بإيدنا نفس الشي من تحت خط الكربون نطلع لفوق. شفتوا كيف صارت هون هيك كمان. هلا هحاول أسرع شوي، هيك هلا من بعد ما لكيتهم 30 لكة هيك بهي الطريقة. هلا اجت آخر خطوة من الربطة. هون أهم شي بدي أذكركم إنه الخيط اللي جاي من البكرة لازم يكون فوق هيك، يعني الخط اللي جاي اللي كنا عيدنا لازم يكون فوق الخط اللي جاي من البكرة. شفتوا كيف هذا الخط اللي جاي من البكرة نحنا لكينا عليه هيك لك من ايدنا بهالطريقة هيك. هلا الخط اللي جاي من البكرة هيدا بنوقفه على خط الكربون هيك، نرجع الخط اللي كان بايدنا نعمل منه دائرة هيك. هلأ هون بدي أقص هذا الخيط، عشان كان طويل كتير.
هلا هون مندخل الخيط 5-6 مرات. هي أول مرة بيرجع، تانية، هي التانية، تالتة، لا حد الستة. هلأ هون خلصت، صاروا ستة. هلأ هون بدنا نشد بطريقة مناش نخلي الخيط العربس، منشد شوي نرجع منطلع العمرة لفوق، شد شوي نرجع منطلع الخيط لفوق كمان حتى تصير مثل تحت فينا هيك. هلأ هون منشد، ناخد الخيط الأساسي اللي جاي من البكرة مع هيدا، منشده شوي هيك. هلأ بعد هالخطوة ناخد خط الكربون، منشد هيك كرمال تشد العمر الربطة هيك، معاش يفلت الخيط، قد ما تشد معاش يفلت. هلأ بس اللي علينا مننزل هدي هيك، صارت الربطة خالصة. هلا اذا عجبكم الفيديو ملونا لايك شير واشتراك، وشكرا لكم على المشاهده.